الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله 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 اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي.